مرحبا، اليوم راح ننشئ مع بعض متجرنا الإلكتروني البسيط لبيع بعض المنتجات المادية. يتم دفع ثمنها أونلاين، وكذلك يتم استلام الأموال أو سعر هذه المنتجات أونلاين عن طريق ما يسمى بالدروب شيبينج، سواء كان من موقع علي بابا أو من موردين آخرين. للعلم، موقع علي بابا هو أشهر الموردين في العالم، لكن مو كل شيء هو علي بابا. قبل لا نبدأ بإنشاء متجرنا الإلكتروني على منصة شوبيفاي، المنصة الشهيرة والسهلة جدا وبسيطة، حابب مع بعض نفهم بعض المصطلحات. شو يعني دروب شيبينج؟ دروب شيبينج هو أنت كشخص عندك متجر إلكتروني موجود على الإنترنت، تستورد بعض المنتجات من موردين كبار مثل علي بابا أو أمازون أو إي باي أو مواقع كثيرة جدا أو مواقع أخرى مشهورة جدا، تعمل كموردة تبيع منتجات بالجملة، نستورد منها هاي البضائع نوضعها في متجرنا مقابل نسبة من الربح. مثلا الآن أمامنا موقع علي بابا، لو بحثنا على منتج معين في الإيربودز مثلا، هذا المنتج موجود في علي بابا، انا اللي بدي اعمل دروب شيبينج لهذا المنتج، فراح اخذ هذا المنتج من علي بابا واوضعه في متجري مقابل نسبه من الربح. المنتج في علي بابا ما بين 8 دولار الى 14 دولار مع رسوم الشحن، قد تصل الى 14 دولار مع رسوم الشحن. فانا باخذ هذا المنتج من علي بابا وبوضعه في المتجر تبعي مثلا مقابل 28 او 30 دولار، ومن ثم بتم تسويق للمتجر، بتم التسويق لهذا المنتج، بتوضع روابط في صفحات التواصل الاجتماعي، ونصل لعملية التسويق اللي حنحكي عنها بشكل مفصل جدا في هذا الكورس المتكامل اللي حيكون عن شوبيفاي. لذلك بعد ما يتم أخذ هذا المنتج وبيعه عن طريق طرف آخر اللي هو إحنا الشخص الآخر أو في المتجر الثاني غير علي بابا الموقع الأساسي مقابل نسبة من الربح، هذا ما يسمى دروب شيبينج. أوكي، خلينا نبدأ مع بعض في منصة شوبيفاي. لبناء متجر على منصة شوبيفاي كل ما نحتاجه هو إيميل، سواء جيميل أو إيميل هوت ميل أيا كان، وبطاقة كريدت كارد. بدون بطاقة كريدت كارد أو حساب بيبال لعمليات الدفع وعمليات شراء البضائع ثم من بعد من علي بابا، لا يمكنك أن تعمل في عملية دروب شيبينج أو التجارة الإلكترونية على الإنترنت. بعض اليوتيوبرز، بعض الأشخاص للأسف أنه بيسهلوا عملية التجارة الإلكترونية أو بيروجوا لأنه عملية التجارة الإلكترونية سهلة جدا بطريقة غير دقيقة تماما، بدون حساب بيبال بيزنس، والحساب يعمل بشكل جيد في بعض المناطق العربية لا تعمل فيها بيبال، لا يمكنك أن تكمل في الدروب شيبينج. ستحتاج الحساب، ستحتاج أيضا فيزا كارد. نقطة أخرى، بعض الأشخاص يعتقد أنه لما نوضع المنتجات في المتجر الإلكتروني ومن ثم يجيك شخص يطلب منك منتج من المتجر، وتروح أوتوماتيك تطلب من علي بابا هذا المنتج عن طريق البيبال اللي تم الدفع فيه، هذا خطأ كبير جدا، بعرض متاجركم للإغلاق مع الوقت. ليش؟ لأنه البيبال بينظر إلى أنه هذا الحساب البيبال هو مخصص للأموال اللي بتيجي من المتجر، اللي العميل أو المستهلك شرى منك منتج ثم دفع ثمن هذا المنتج على حسابك في البيبال، لكن أنت لا تملك حق تصرف في هذه الأموال بعد. البيبال ينظر لهذا الحساب أنه طرف ثالث موجودة في هذه الأموال، إلى أن تقوم بشراء المنتجات من علي بابا أو من مورد تبعك ما في مشكلة، أنه بيبال يعرف أنه أنت بتشتغل دروب شيبينج، ما في مشكلة في هذا الجانب، لكن لا يحق لك تصرف في هذه الأموال قبل لا يوصل المنتج لصاحبه أو للشخص اللي قام بشرائه، هذا منطقيا وأخلاقيا. لذلك بعض الناس صار معاهم مشكلة مع بيبال أنه بيفتحوا متاجر خلال 72 ساعة أو 4 أو 5 أيام، ترويج ترويج ترويج، عملية ترويج ضخمة، مبيعات كبيرة جدا، يأخذ الفلوس على البيبال، تم تحويلها لأي مصدر آخر غير البيبال، بنك أو أي حوالة أخرى، تم سحب الأموال من البيبال، وثم أغلاق البيبال وأغلاق المتجر. يوضع هنا البيبال، شركة بيبال وجدت نفسها في مشكلة كبيرة. أنا أصحاب المتاجر
كثير منهم عمل هذا الشيء السيء وتم إغلاق حساباتهم، ثم ببال وجدت نفسها مع مشكلة مع أصحاب هذه المنتجات اللي تم شراها من قبل. لذلك يحق لأصحاب هذه المنتجات مطالبة الأموال من ببال لأنه فعليا ما وصلهم المنتج. فهذا هي المشكلة في أنه بعض الأشخاص بيفتحوا متاجر في شوبيفاي دون معرفة أو دون علم بهذه القوانين، قوانين الببال، الفيزا كارد. زمان لما كنت موجود في فلسطين كان عندي مشاكل كثيرة في أمور الدفع ومشاكل في أمور الببال، خاصة انه ما في ببال بزنس في فلسطين، واول ما تفتحوا من اي بي اصلا فلسطيني بصير عندك مشاكل كثيره جدا. بعض الاصدقاء بيحكوا لي انه مؤخرا يعني هناك بعض الحسابات يتم السماح بانشائها او بعض الحسابات هناك شغاله، ما مش متاكد كثير من هذا الموضوع. حاليا انتقلت لاوروبا والامور اسهل بكثير هنا، سواء في البيبال او في بطاقات الماستر كارد، الفيزا كارد، كريدت كارد، كل هاي الامور هنا اسهل. لذلك للاشخاص اللي بيعانوا من مشاكل في البيبال او في عمليات الدفع اونلاين، لاقي حل لهذه المشكلة عفوا قبل أن تنشئ متجرك الإلكتروني أو أي عمل أونلاين. نصيحة مني دائما، أمن وسيلة سحب الفلوس الخاصة فيك أونلاين، لأن هذا الشيء حيريحك في أمور أخرى كثيرة. نرجع لموضوع الشوبيفاي، هذه هي منصة شوبيفاي. طيب ليش اخترت منصة شوبيفاي؟ لسببين. الأول أنه شوبيفاي سهلة الاستخدام وما تحتاج منك خبرة عملية أو خبرة برمجية كبيرة جدا لحتى تقوم بإنشاء المتجر تبعك. السبب الآخر أنه الشوبيفاي عندها اتفاقية أو في برنامج اللي هو أوبرلو ما بينه وبين علي بابا، اتفاقية لتزويد المنتجات أوتوماتيك. سهل جدا توريد المنتجات من علي بابا من خلال تطبيق أوبرلو، هذا الوسيط ما بين علي بابا ومتجرك اللي ممكن موجود على الشوبيفاي. من خلال هذا التطبيق يمكنك استيراد أو توريد المنتجات من علي بابا لمتجرك بطريقة سهلة جدا وأحيانا أوتوماتيكية إذا ما كان عندك وقت كثير. يعني توضع 20% 30% من الوقت لإنشاء المتجر وترتيبه وضبط إعداداته، ومن ثم تضع كل جهدك في عمليات التسويق. لا تعكس الأمر مثل بعض الناس يضع كل وقته في إنشاء المتجر وكيف هذا اللوجو، لا أنا عايز أغير لون في اللوجو، طب لا مش عارف شو، طيب ارجع للوجو القديم، وتاني يوم يغير الثيم تبع المتجر ولا ما عجبني الاول ارجع للقديم، هذا اللون هذاك اللون، هذا كله هبل عفوا. حط 30% من وقتك للمتجر، انشئ المتجر بطريقة جميلة ومرتبة. ما بحكي لك انه ما تهتم بجمالية المتجر واناقته، لانه انت بتخاطب مجتمع غربي حتبيع غالبا لامريكا، كندا، استراليا، ممكن تختار بعض الدول الأخرى، لكن هاي الدول الثلاث هي اللي ماخذة الحصة السوقية الأكبر في عملية التجارة الإلكترونية. لهذا السبب بحكي لك أنه شوبيفاي أفضل منصة حاليا لإنشاء متجر إلكتروني. وإن كنت هناك موجود الووردبريس، والووردبريس فيه مزايا جميلة جدا، لكن بالنسبة لي أنا بأنصح بشوبيفاي. تكاليفه ليست كثيرة، الخطة المبدئية مقابل 500 منتج هي $29 زائد اللي هو اسم الدومين تبع متجرك لأول مرة انت تشتري. حنتعلم كل هاي الأمور في هذا الكورس، حبدأ معك من بداية إنشاء المتجر الإلكتروني حتى تحقق أول المبيعات ومن ثم تكمل بنفسك، مثل الكورس اللي أنا عملته في القناة، الكورس بيع الكتب الإلكترونية. راح أعمل كورس متكامل حول شوبيفاي. كثير أشخاص سألون عن هذا الموضوع، شو جدوى شوبيفاي، هل هو مربح فعلا، هو غير مربح؟ لذلك هذا الكورس مخصص لشوبيفاي بالكامل. لإنشاء متجر إلكتروني على شوبيفاي نيجي هنا على موقع شوبيفاي، بنوضع الإيميل تبعنا، نبدأ. أول شيء يطلب منك إنشاء باسورد لحسابك كل المتجر، ومن هنا نوضع اسم المتجر اللي حيكون عليه في شوبيفاي. فنختار هنا او نجرب، انا عندي اسم معين في رأسي لانه المتجر حيكون ببيع الايربودز والهيدفون، لذلك حجرب هذا الاسم موجود او مش موجود، انا ما تأكدت منه من قبل. اوكي الاسم موجود. يبدأ شوف يجمع بعض المعلومات الآن عنا، ثم بعض المعلومات أيضا عن النشاط وأول مرة والخبرة الموجودة عندك في شوبيفاي أو في التجارة الإلكترونية.
والآن أنشأنا متجرنا الخاص، وهذه أول صفحة تأتي بعد إنشاء متجر إلكتروني على شوبيفاي. بعد ما حطينا الإيميل وحطينا اسم المتجر وحطينا المعلومات اللي جمعها شوبيفاي عنا، الخبرة، الأمور، هاي هذه أول صفحة نيجي وصلنا فيها لشوبيفاي. الآن ركز مع بعض. أول شيء شو أنا بحتاجه من هذه الصفحة؟ للسيتنج، هذه دائرة السيتنج الموجودة في أسفل اليسار. نروح على الجنرال. أول شيء بحتاجه في الجنرال هو تغيير العملة، لأن البيبال لأنه موجود في بلجيكا أخذ العملة اللي يتم البيع فيها باليورو، وهذا خطأ. فأغلب التجارة الإلكترونية تتم بالدولار، لذلك حقوم بتحويلها للدولار وأعمل سيف. نرجع لإعدادات السيتنج، في البيمنت هنا يتم ربط حساب الباي بال بمتجرك الإلكتروني، والأفضل كما أخبركم في بداية الفيديو أن يكون حسابك في الباي بال بزنس. أنا هعمل هاي الخطوة وأرجع معكم مرة أخرى. في قسم التشيك أوت ممكن نعدل بعض الإعدادات في هذا القسم، لذلك أعددها سريعا. هذه المعلومات كلها هي أشياء تفضيلية، هو بيسألك لما الشخص يجي يشتري من هذا المتجر هل تحتاج أنه مثلا مطلوب إجباري أنه يكون الاسم الأول ولا الاسم الأخير ولا الاسم الأول والأخير، اسم الشركة أو العنوان تبعه هو لازم يكون إجباري أنه يوضعه ولا شيء اختياري، هذا تترك العميل. الأفضل أنه كل شيء يعملها حسب تفضيلاته الشخصية. في قسم الشيبينج، وهذا القسم مهم جدا. أول شيء لما نيجي هنا في قسم الشيبينج بتحدد الدول اللي أنت عايز تعمل عليها دروب شيبينج، تمام؟ نيجي لكريت شيبينج زون، سمي الشيبينج زون. أنا هشتغل دروب شيبينج في هذا المتجر، لذلك أسميها دروب شيبينج. هبيع لبريطانيا وأمريكا وكندا، ونحط كمان استراليا. فقط انا هذه الدول اللي حعمل عليها دروب شيبينج، بعمل هاي الخطوات، حط سيف. كل شخص ممكن احط التفضيلات الخاصة فيه. في ناس بتشتغل على السعودية او على الخليج مثلا، بيخصصوا متاجرهم للخليج او للسعودية، وعمليات البيع فيها ممتازة جدا وهناك مبيعات، لكن انا حابب المتجر تبعي هذا الخاص يكون بكندا وامريكا واستراليا وبريطانيا. في الضرائب، لان كل دولة تختلف عن الاخرى. هل في امريكا، في اوروبا في رقم ضريبي، وبدون الرقم الضريبي ما يمكن تشتغل، بيعمل لك مشاكل كثيرة جدا. لذلك في قسم التاكسيس كل شخص حتى حسب دولته، حسب قوانين دولته، يدخل على الضرائب ويضع رقمه الضريبي. نرجع قسم اللوكيشن، ما راح نعمل شيء، وهذا ما نعمل شيء، والنوتيفيكيشن ما راح، الاشعارات ما راح نعمل فيها شيء. في قسم الفايلز هو القسم اللي بتجد فيه كل الصور والملفات المحملة لمتجرك الإلكتروني، سواء كانت صور المنتجات الملموسة أو الملفات الصوتية إذا كنت حابب تنشئ متجر رقمي، يعني تبيع كتب رقمية، تبيع ملفات صوتية، تبيع كتب إلكترونية، تبيع كتب صوتية مسجلة. بعض الأشخاص يعتقد أنه شوبيفاي هو فقط للمنتجات الملموسة، يعني المنتجات اللي بنجيبها من علي بابا، وهذا خطأ كبير جدا. شوبيفاي يمكن أن تبيع عليه منتجات رقمية، وهذا شيء للناس اللي بتشتغل في أمور الكتب أو في الكندل كورس أو في الكتب الرقمية أو الكتب المسجلة، ممكن يبيع ايضا على شوبيفاي. هذا اهم شيء كنا عايزين نعمله في قسم السيتنج، الاعدادات اللي كنا عايزين نغيرها. انا دائما بحب لما اجي اعمل شيء بحب اشوفه اعدل الاعدادات اول شيء. طيب ننتقل لقسم الاونلاين ستور. هذا القسم هو اغلب الاماكن اللي حنشتغل فيها حاليا علشان نوصل لاعدادات متجرنا.
أنا ظهر لي هذا الخطأ من شوبيفاي، ما بعرف شو المشكلة صراحة، لكن حنظر شوي وأرجع للتسجيل. السبب الرئيسي اللي كان الصفحة ما تحمل صفحة المتجر هو بسبب عدم تأكيد الإيميل اللي وصلني من شوبيفاي، وهذا شيء خطأ، إنه أول ما نسجل في شوبيفاي بيصل إيميل لتأكيد الحساب، ومن ثم ممكن نشتغل في إعدادات المتجر. نتعرف على هاي القائمة اللي على يسار المتجر، القائمة الأولى اللي هم هي الكلمة الرئيسية للمتجر. في الأوردرز هنا بعدين لما يصير عندنا حركات، يصير منتجات، طلبات، ممكن نلاقي هنا الطلبات اللي صارت على المتجر. الخانة الثالثة اللي هو الأشخاص، هذه الأشخاص اللي طلبوا منتجات وصلت للسلة بس ما صار تشيك أوت، ما دفعوا ثمنها. كثير ناس بتقول أن هذه طلبات وعليهم أن يروحوا يدفع حقها أو يشحنوها. لا، هذه الطلبات الأشخاص وصلوها للسلة، جمعوها ولكن لم يتم عمل تشيك أوت أو دفع إلها. في القسم الثالث هو قسم المنتجات، وهنا ممكن نعمل المجموعات، ممكن نعمل الجيفت كارد، وممكن هنا ننقل منتجات من قسم لقسم ونقوم بإدارة المنتجات بالكامل. في قسم المستخدمين يمكنك إضافة شخص آخر يساعدك على إدارة المتجر. والقسم الخامس يمكنك هنا رؤية الإحصائيات الخاصة بالمتجر، الزيارات والأمور هاي، نتائج الحملات الإعلانية. بعدين لما متجرنا يصير عليه حركات ممكن تشوف كل هاي البيانات. في الماركتينج بيساعدك شوبيفاي لتعمل حملات إعلانية باستخدام الفيسبوك شوب شانل. وفي قسم ديسكاونت، هنا ممكن تعمل عروض لمنتجاتك والأمور الخاصة بالعروض، وقسم الأبز للتطبيقات اللي هنقوم تحميلها على المتجر. الآن يهمنا هو كلمة أونلاين ستور، نقوم بضبط إعدادات المتجر. هنا راح نتعرف على الثيمز الموجودة في شوبيفاي. ملاحظة، شوبيفاي بيقدم لك عدة ثيمات مجانية. ما في حاجة يا جماعة في بداية إطلاق كل متجرك الإلكترونية تروح تشتري ثيم مدفوع وتدفع مبلغ وقدره، ما إله لازمة في البداية. لما يصير متجرك عليه حركات وعليه دخل ممكن أنت بعدين تشتري ثيم مدفوع. في البداية ستكون ما بتحتاج ثيم أكثر من الموجودات أوريدي في موقع أو منصة شوبيفاي. نعين هذا الثيم، راح اختار هذا الثيم بـ Added to Theme Library. ننظر للثيم اللي تم تحميله، ومن ثم نعمل Activate أو Publish. اوكي، انا بعد ما ثبت هذا الثيم على متجري عايز اعمل له Customize واضبط الاعدادات. نضغط على Customize ونبدأ الآن من الأعلى إلى الأسفل، نرتب المتجر من الهيدر ثم لنهاية الفتر. هنا إذا كان عندك شعار لمتجرك مجهزه مسبقا ومصمم بطريقة مرتبة وجميلة، ممكن أنه تيجي تحمل هذا الشعار دايركت. أنا حاليا ما عندي شعار، لذلك راح أترك اسم المتجر كما هو. بالنسبة لهذه الجملة الموجودة في أقصى أو في أعلى المتجر عفوا، هذه غالبا أصحاب المتاجر بقوموا بالإعلان عن الأشياء الجديدة عندهم في المتجر. مثلا أنه في حملة تخفيضات كبيرة جدا تصل إلى 60% أو 70%، أو مثلا في بلاك فرايداي، أو الأسبوع الجاي راح يصير عندنا هذا المنتج راح يتوفر. الإعلان عن أشياء مهمة جدا في هذا المتجر. في بعض الأشخاص ممكن بيعلنوا هنا أنه بيكون هذا الشغل تبعهم، أو بيعلن انه فري شيبينج، هذا المتجر كل شغله فري شيبينج. انا حاليا ما عندي اي شيء، لذلك حتركها فري شيبينج. ولا قدام ممكن لما نكون عندنا شيء في المتجر او حابب اعلن عن شيء كبير او مهم في المتجر، ذلك يوضع في هذا القسم. وتذكروا يا جماعه دائما تعملوا سيف لما تعملوا اي شيء في الاعدادات. نرجع في السلايد شو، هذا القسم اللي بتم عرض فيه الصوره الرئيسيه البانر للمتجر. لازم انت تكون مجهز صورتك حاليا. بعض الأشخاص بيختبروا بحط 3 أو أكثر من صورة سلايز سلايز سلايز، لكن بعض المتاجر مؤخرا بدأت تتجه إنه تخليها صورة واحدة. أول شيء إنه ما يتقل الموقع بأكثر من صورة، وما يشتت العميل، يكون انتباه الشخص اللي جاي يشتري من عندك من المتجر يكون كل انتباهه في صورة البانر، وصورتين 3 و4 وحركات في البانر، هو اهتمام العميل، عايزين ينصب للمنتجات مش للسلايدز. لذلك انا هحذف واحد من السلايدز و
حخلي السلايدز هذا وراح أحمل عليه صورة. إذا ما كان عندك صورة جاهزة إنك تحملها، فالمكتبة تبعت الشوبيفاي فيها كثير صور، بس إنه تبحث على الكلمة اللي أنت عايزها هتلاقي كلمة صور كثيرة جدا ممكن تحملها بنقرة زر. شيء مهم جدا يا جماعة، جوجل ما بتفهم شو معنى الصور وما بتفهم اللينكات اللي بتكون في عادة التسمية تبعت الصورة، يعني اسم الصورة، ما بيفهم الأرقام والعشوائية اللي بتصير. لذلك دائما اعمل تسمية للصورة تبعتك، مثلا إذا كان متجرك عن الايربودز مثلا مثل هذا المتجر، فاكتب ايربودز اونلاين ستور او ماي ستور اونلاين ايربودز فور ايربودز، اكتب كلمات مفتاحية تساعدك على عمليات التسويق والماركتينج. بعد هيك انا ملاحظ ان الصورة كتير كتير يعني صارخة، لذلك حبحث عن صورة اخرى. طيب انا اخترت صورة اخرى اقل حدة من الصورة السابقة، لان صراحة الصورة السابقة كانت قاتمة جدا، وهذا شيء سيء جدا يكون في المتاجر. نعم، نعمل سيف. ونرجع هنا نشوف باقي الاعدادات. اول شيء هذا الكلام اللي موجود هنا، غالبا بتكون الهيدنج مثلا انه كاتيجوري الخاصة فيك بتكون في هذا القسم، وفوق ممكن تكتب في هذا القسم. اول شيء ممكن نوضع هنا الايربودز مثلا، نوضع وزر الشوب ناو اللي هو الزر اللي بوضع اللي بحطوه هنا في المتاجر. لما بدك هذا الزر يظهر عندك على الصفحة الرئيسية في المكان هذا، بتيجي هنا هو شوب ناو اسمه، او ممكن تغيره، وهنا بتيجي بتحط اللينك اللي حيحول العميل عليه، فدائما حطها للبرودكتس all products. نعمل سيف، نعود لعداداتنا نشوف نكمل. هذا القسم هنا ممكن تكتب بعض الكلمات للعميل تشجعه على الشراء مثلا، او تعطيه نبذة تعريفية بسيطة جدا عن المتجر. انا حاليا هشيل هذا القسم فقط لتقليل وقت الفيديو. الكوليكشن ليست هنا ممكن نعمل اللي هو الكاتيجوري او القسمين الاقسام، اذا كان عندك واحد او اثنين او اكثر ممكن تعملهم في هذا المكان. انا حسيب الكوليكشن ليست هنا والفيوتشر كوليكشن والنيوزليتر. ادخل كوليكشن ليست، راح اخلي اثنين فقط. عندنا الان قسمين في الكوليكشن ليست، ممكن نسميها اور كوليكشن، ونعمل سيف. في الآن شيء مهم جدا عايزين نسويه. أنا في هذا المتجر مثلا حبيع ايربودز وهيدفون، أوكي، عشان هذا القسم حيكون واحد فيهم، هذا الأول حيكون للايربودز والثاني حيكون للهيدفون. وبعدين في الفيوتشر كوليكشن عايز المنتجات الأولى السطر الأول والسطر الثاني تظهر منتجات الايربودز الموجودة في هذا القسم بمعدل 6 منتجات فقط، وفي قسم الهيدفون عايز أيضا تحت هنا تظهر منتجات الهيدفون، ولكن حغير طريقة العرض هذه الآن في القسم. أول شيء نرجع نحذف لأنه هذا فيوتشر برودكت، وضيف سيكشن فيوتشر كوليكشن أد، نعملها جريد، نعمل سيف، ونعود هنا ناخذ فيوتشر كوليكشن يكون أسفل القسم الآخر. زي ما حكيت لكم انا عايز يكون عندي قسمين ايربودز وهيدفون. اول شيء المنتجات الاولى تبعت الايربودز تظهر هنا، ومن ثم المنتجات الثانيه تظهر هنا تبعت الهيدفون. اعمل سيف، وارجع الان من كل هاي الاعدادات هعلمكم كيف نعمل ربط المجموعات مع المنتجات، يعني يكون عندك قسمين وتربطهم بالمنتجات. يبدو انها مشكله في الشوبيفاي. اوكي، برودكتس كوليكشن، كرييت كوليكشن، القسم الاول حيكون ايربودز، اختار له صورة، وهنا دائما اختار الخيار المانيوال. ليش؟ لانه بعدين لما نروح على موقع علي بابا
اعمل توريد لمنتجات ايربودز، هحط في القسم الكاتيجوري او الكوليكشن ليست، هيظهر لي دايركت هذا الكوليكشن تبع الايربودز. في ناس بيصير عندها مشكلة لما يجي يستورد منتج من علي بابا، ببحث في قسم الكوليكشن ليست، الان لما ننزل الابس تبع بطلو ونشوف كيف نجيب منتجات، فما بلاقي هذا الكوليكشن، بقول انا كيف، وين راح هذا، او كيف حيروح المنتج للايربودز. لذلك دائما انتبه لهذا الخيار واعمله مانيوال. هعمل سيف واضيف الان كمان كوليكشن ونسميه هيدفون، واضيف له صورة، نتأكد ان الخيار مانيوال. شو راح نعمل بهذه القسمين الان؟ نعمل سيف، نرجع لاعداداتنا الرئيسية، اونلاين ستور، كستمايز، الان من الاور كوليكشن راح نعمل الربط للكوليكشن الاول اللي هو الايربودز. الاول راح يكون هذا اسمه ايربودز، سيلكت، سيف. نرجع الكوليكشن الثاني حيكون سيلكت كوليكشن، انه راح يرتبط باي قسم هذا الكوليكشن، راح اربطه بقسم الهيدفون اللي قبل شوي انشأته، علشان بعدين لما احط انا منتج هنا دايركت تغير الاسم. عشان لما احط هنا عن طريق موقع اليكسبريس في الهيدفون، دايركت المنتجات تظهر في الكوليكشن تبع الهيدفون. سيلكت من ثم سيف، نعمل عودة. الآن كل المنتجات راح تيجي في الايربودز راح تيجي هنا، وكل المنتجات راح تيجي في الهيدفون راح تيجي في في القسمين هذول. نرجع لهذه الكلمة ونقوم تغييرها، نعمل عودة. أنا ما في بال الآن جملة، لكن راح أختار جملة بعدين أحطها هنا، مثلا أكتب لهم لاستقبال العروض ورسائلنا الإخبارية وكل المنتجات، أو العروض على المنتجات الجديدة، أو تأخذ خصم 50% على منتجاتنا. ما تبالغ، كن إبداعي في طريقة الكتابة والتنسيق والتصميم، خلي متجرك أنيق ومرتب حتى يثق فيك العميل. هو سبب نجاح المتاجر الإلكترونية في شوبيفاي هو الثقة اللي بتتم ما بين العميل وما بين المتجر. لما يدخل على متجرك ويشوفه مرتب، يعرف انه انت تعبان عليه ومرتبه بشكل أنيق، دايركت هو حيصير ما بينه وبينك ثقة ويشتري منك. نعمل عودة، نرجع لإعداداتنا الرئيسية. الآن راح نروح ننزل تطبيقين مهمات جدا لأي متجر موجود على شوبيفاي. الأول هو تطبيق أوبرلو، وهو اللي بيساعدنا على استيراد منتجات بطريقة سلسة جدا من متجر علي بابا. حتى الآن أوبرلو عامل اتفاقية فقط مع علي بابا، لكن كان أوبرلو لقدام شوي، ممكن بعد أزمة كورونا والأزمة الصحية الحالية، انه يصير ما بينه وما بين امازون ايضا هناك اتفاقية. ولو صار هذا الشيء، فان مستقبل يعني المتاجر الالكترونية خاصة موجودة على شوبيفاي هتحقق مبيعات كبيرة. في بعض الناس بعرفهم بيشتغلوا من امازون، بيجيب منتجات وبنشرها يدويا. راح نتعلم الطريقتين، طريقة اضافة المنتجات عن طريق تطبيق بيرلو، وعن طريق اضافة منتجات يدويا. نروح على ابس، هنلاقي تطبيق بيرلو هنا، نعمله تنزيل. واذا ما كان ظاهر التطبيق، اوكي، راح اعمل الطريقة الاخرى. لو ما كان ظاهر عندكم، فيزيت شوبيفاي اب ستور، ومن هنا اوبرلو، ننزل التطبيق، انستال، نعطيه الصلاحيات. هذه هي الواجهة الرئيسية لتطبيق اوبرلو. نرجع الآن ونضيف تطبيق الآخر، اللي هو فيسبوك شوب شانل. راح أوضع لكم روابط هذه التطبيقات، وهنا بتم إضافة الفيسبوك كقناة للتسويق والبيع. من المهم جدا
قبل إضافة هذا التطبيق إنه يكون عندك صفحة بيزنس على الفيسبوك لإضافة منتجاتك فيها اللي بتكون على موقع شوبيفاي. حتى هذه اللحظة شوبيفاي ما بسمح ببدء بيع المنتجات على صفحتك البيزنس أو صفحة البيع على الفيسبوك إلا بعد الاشتراك في أحد خطط شوبيفاي. لذلك هنضيف هذه وبعدين راح نعمل الاشتراك. الشيء الجميل في شوبيفاي إنه مع الأزمة الصحية الحالية أعطت شوبيفاي الفترة أو مددت الفترة التجريبية أو الفترة المجانية للشوبيفاي من 14 يوم ل 90 يوم، وبهيك بيكون عندنا إنه تم ربط الفيسبوك بالشوبيفاي. بعدين هنا تعمل ربط لحساب الصفحة الموجودة عندك في الفيسبوك، تعمل كونتينيو وبعدين تختار الصفحة الموجودة عندك على الفيسبوك. أوكي، راح أرجع للمتجر ونشوف كيف ظهر المتجر. لأن أنا ما ضغط على حسابي في فيسبوك لأنه ما موجود عندي صفحة، لكن تعمل هنا كونكت وبعدين بتكمل على حسابك. ومن هنا تختار صفحة من الموجودات عندك على الفيسبوك اللي أنشأتها، تختار الصفحة تعمل كونكت بيج. أوكي، نرجع للمتجر نشوف مظهرنا كيف الآن. من هنا من هذه الإشارة تضغط عليها يظهر المتجر. هذا المتجر اللي بدأنا ننشئه مع بعض في هذا الفيديو ولسه ما انتهينا منه، كل شيء تمام. أوكي، نرجع الآن. شو اللي راح نعمله؟ راح نروح على التطبيقات، على أوبرلو، سيرش برودكت، ونبدأ في إضافة بعض المنتجات لنشوف متجرنا. إيربودز، أنا في هذه الطريقة راح أعمل عشوائيا، يعني ما راح أهتم كتير بس عشان وقت الفيديو، وبعدين في فيديو آخر راح أعلمكم طريقة إضافة المنتجات بطريقة صحيحة. لإضافة المنتج نعمل Added to Port List. Port List Added to Port List، هي ست منتجات. بعدين نروح على Import List، المنتج الأول هنا هذا، إنه تشوف يعني عنوان المنتج بهذا الشكل فهذا لا يصلح للبيع. أي حد حيشوف عنوان منتجك بالطريقة السابقة ما راح يشتري منك نهائيا. لازم نيجي هنا نختار اسم المنتج بطريقة صحيحة، بطريقة مدروسة، بناء على إحصائيات جوجل، بناء على الترند تبع جوجل، شو عمليات البحث اللي بتصير. إذا أنت بتبيع في أمريكا اكتب إيربودز، بلوتوث، هيدفون، هيدست، أي شيء، وشوف على إيش بتم عمليات البحث. من هنا الكوليكشن، اذا ذاكرين لما حكيت لكم انه ربطت الكوليكشن الاثنين الايربودز والهيدفون اللي عملتهم عشان شو؟ عشان يظهرهن هنا. اول شيء عندنا الايربودز، عندنا الهوم بيج، وعندنا الهيدفون. هذا من الايربودز، لذلك احطه في الايربودز، والتايب حيكون ايربودز مكتوب وبعدين علامه الفاصله عشان تثبت في التايب، والتاجز AirPods. اوكي، نجي للديسكربشن، وصف المنتج الطريقة اللي واضحة قدامنا، هذا كله هيتو خطأ. تيجي انت في الوصف بتحكي له ليش هذا المنتج هو مفيد له، تمام، بتحكي له المميزات او الاشياء اللي حيستفيد منها من شراء هذا المنتج، بتحكي له شو الفائدة اللي حيحصل عليها من شراء هذا المنتج. اتركك من الوصف تبع علي بابا. اوكي، انا هنا وضعت نص فقط سريع جدا لاشرح لكم الفكرة، وما نخلي هو الوصف الموجود في علي بابا. هنا بتهتم جدا بالوصف تبع منتجك وما تعتمد على الوصف الموجود في علي بابا حتى يحقق منتجك مبيعات. في الفرنس دائما بيكون هنا، اذا كان منتجك له عدة الوان بيظهر هنا، اذا كان منتجك اكثر من مقاس بيظهر هنا، وهذا الخيار هو الموجود عندك. إذا كنت عايز تبيع مثلا هذه السماعات بتيجي بلونين، لون الأبيض واللون الأسود، فجاب لي إياهم الاثنين وبدي خيار، إنه أنا مثلا إذا عايز أبيع فقط اللون الأبيض بختار الخيار الأول وبترك اللون الثاني أو الفرنس الثاني. إذا أنا عايز اللونين فخلى الخيارين متاحات. وبعدين عندنا في المتجر لما هذا المنتج ينزل راح ينزل باللونين. أوبرلو أوتوماتيك هو بيعمل لك السعر ضعف
واحد. بعدين في اعدادات اوبرو راح نحكي على هذا الموضوع في البرايسنج. في الايمج بتختار الصور المناسبة انها تكون عندك على المتجر مع هذا المنتج، نعمل امبورت. لو رحنا لمتجرنا راح نلاقي هذا المنتج نزل في الايربودز، لازم ينزل الان هنا. ننتظر شوي ليصير تحديث، ونزل في القسم، لكن لازم ينزل ايضا على الصفحة الرئيسية. نرجع لأوبرلو، امبورت ليست، امبورت ستور، امبورت ستور. انا شرحت على منتج واحد يا جماعة، نفس الطريقة في كل المنتجات، في كل المنتجات. سيرش برودكتس، راح اشوف الهيدفون الان. اتوم بورت ليست، اتوم بورت ليست. امبورت ليست. نعمل تحديث للمتجر الآن، انتهينا من أوبرلو. بعد ما ظهرت المنتجات products، منتجات ظاهرة هنا، اوكي. collection، AirWatts، اعتقد بعض الوقت لانه الان تم اضافة المنتجات وراح تظهر هنا. نتأكد online store، شو كولكشن. اها، احنا مش رابطين لحتى الان الفيوتشر كولكشن مع المنتجات اللي هنا. نروح على فيوتشر كولكشن، سيلكت، شو اللي حيظهر هنا في المنتج، في الصندوق الاول، في الفيوتشر كولكشن الاول، ايربودز، سيلكت، سيف، عوده. وفي الهيدفون راح نختار الهيدفون. وارتكبنا خطأ الحين حكي لكم اياه، اللي هو لما جبنا المنتجات من علي بابا ما حطينا الكوليكشن تبعها. اول منتج اوكي حطينا الكوليكشن، لكن باقي المنتجات لان عملته بطريقة سريعة فما حطينا الكوليكشن. شو راح نعمل الان؟ راح نروح لكل المنتجات الموجودة على المتجر، راح ارجع لكل المنتجات الان واحط كل منتج في الكوليكشن الخاص فيه، لانه هذا خطأ ارتكبته لما جبت المنتجات من اوبرلو بطريقة سريعة. كوليكشن، الهيدفون اعتقد، سيف، نرجع. يجي هنا كوليكشن، هيدفون، سيف، وكل المنتجات راح اعمل نفس الطريقة. طيب عشان ما نضيع وقت، انا اضفت المنتجات للكوليكشن الصحيح تبعها عشان تبدأ تظهر على الصفحة. نشوف متجرنا الان شو وضعه. اوكي كل شيء تمام، والهيدفونز، وبعد نضيف هنا منتجين عشان تظهر. اوكي هذا هو المتجر حتى الان، كل شيء تمام، اتمنى كل شيء واضح. راح نيجي للفطر تبع المتجر. هنا انا عايز اضيف صفحات التواصل الاجتماعي، وهنا عايز اضيف اللي هو الصفحات الخاصة بالموقع تبعت المنيو. اونلاين ستور، كاستمايز، روح للثيم سيتنج، سوشيال ميديا،
وهنا نحط الفيسبوك، راح أضيف أي شيء فقط حتى تظهر، راح تظهر الأيقونات انستغرام سناب شات. أعمل سيف، نتأكد إنه كل شيء ظهر. أوكي، نرجع هنا. طيب، في فيديو اليوم تعلمنا مع بعض الطريقة الصحيحة لإنشاء متجر إلكتروني على الشوبيفاي، وتعلمنا طريقة نضيف الكوليكشن تبعت المتجر ونضيف المنتجات في الكوليكشن، كل كوليكشن شو منتجات الموجودة فيه، والطريقة الصحيحة أيضا ل توريد المنتجات عن طريق تطبيق أوبرلو. في الفيديو القادم راح نتعلم مع بعض كيفية صياغة محتوى هذه المنتجات. هذا المحتوى كله ديمو دومو، ما تطلعوا عليه بالمرة، هو فقط لإظهار المظهر العام للمتجر اللي بنيناه مع سوا. في الفيديو القادم راح نتعلم كيف نصيغ هاي المعلومات بطريقة احترافية، اسم المنتج، الشرح تبع المنتج، الوصف، اختيار الصور بطريقة احترافية، وكذلك إضافة منتجات يدوية للمتجر اللي بنيناه مع بعض. أتمنى من كل شخص مهتم بالشوبيفاي أو مهتم بالتجارة الإلكترونية إنه يبدأ معي، اتنشط، ما تتكاسل وما تخاف، انشئ متجرك الإلكتروني، اتوكل على رب العالمين وكن مميز. إذا كنت مميز في متجرك الإلكتروني راح تحقق مبيعات. إذا قلدت الآخرين وما عملت شيء مميز إنه يشد العميل أو يحس إنه أنا لازم أشتري من هذا المتجر، وتهتم بمواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمتجرك وتتواصل مع عملائك وترد عليهم، إذا ما كنت قادر تتواصل مع العملاء وترد على رسائلهم وتعليقاتهم واستفساراتهم اللي تجيك وتهتم بهم بطريقة مهنية وصحيحة، فما تنشئ متجر إلكتروني. للأشخاص المهتمين بالتجارة الإلكترونية وبإنشاء متاجر على الشوبيفاي واللي بيهتموا بالعملاء، إذا شخص مجرد ماخذ الشيء هواية فما أنصح أنه يتفرج على هذا الفيديو من البداية أو يتابعه. لذلك اهتموا بمتاجركم، قوموا بتصميمها خلال يومين أو ثلاثة إذا ربنا أنه نحكي في الفيديو القادم عن طريقة وصف المنتجات، كيف كتابة الاسم بطريقة صحيحة، وضع منتج بطريقة يدوية إذا كان في منتج في أمازون أو إذا كان في منتج في موقع آخر غير علي بابا بورلو ما بتيح لي اني استورد هذا المنتج بالطريقه السريعه اللي شفناها مع بعض. راح نتعلم كيف نضيف هذا المنتج يدويا، نرتبه من الالف للياء. هذه القناه مهتمه بتكنولوجيا الرقميه وتكنولوجيا المعلومات والتجاره الالكترونيه بشكل عام. اذا حبيت تتابعنا وتوصلك الفيديوهات القادمه، ممكن تعمل اشتراك في القناه وتنشر هذا الفيديو لتساعدنا على تعليم الاخرين الشوبيفاي وتعليم انشاء المتاجر الالكترونيه. بتشكركم جدا، كان معكم جهاد مصطفى.